قالت المديرية العامة للدفاع المدني إنها لم تسجل أي حوادث أو حالات طارئة بسبب حالة الطقس في محافظة جدة في منطقة مكة المكرمة. وذكرت مديرية الدفاع المدني عبر حسابها على تويتر أن مدني جدة يتابع ميدانيا الحالة المطرية التي تشهدها المحافظة، ولم تسجل حتى الآن أي حوادث أو حالات طارئة ولله الحمد.